فنستمر مع بصائر القرآن العظيم من قوله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هذه الآية أيها الأفاضل من أجمع الآي في كتاب الله جل وعلا وصفة لعلاجات كثيرة من اضطرابات النفس في العقائد وفي الإيمان وآثار ذلك على العبد في علاقته مع ربه وفي علاقته مع الناس، فهي آية جامعة مانعة في الشفاء. أمران عظيمان كلاهما يرجع إلى أصل من أصول العقائد في الإسلام: الصبر والصلاة. ولا يصبر، لا يصبر بالمعنى القرآني لكلمة الصبر إلا امرؤ عرف الله حقا وعرف الدار الآخرة وآمن بالله صدقا وآمن باليوم الآخر. ولا يجد في صلاته متنفسا وراحة ودواء وعلاجا إلا الذي فعلا ذاق معنى الصلاة في الإسلام وعلم منها ما كان يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنوار وسكينة، وقد كان عليه الصلاة والسلام يجد قرة عينه وراحته في صلاته، وجعلت قرة عيني في الصلاة كما هو في الحديث الصحيح. وقرة العين أصلا كناية على الولد، قرة عين لي ولك لا تقتله، وهو تعبير كنائي لأن العين تقر أي تستقر، قرت عينه وقر بها عينا أي استقرت عينه، وفي ذلك دلالة على السكينة وعدم الحيرة، لأن الإنسان الذي تنتابه حيرة واضطراب لا تكاد عيناه تستقران، مضطرب تكون عينه زائغة تائهة تتحول من يمين إلى شمال ومن أعلى إلى أرض وهكذا، فهو في اضطراب نفسي أو عصبي أو قلق وحيرة. وحينما يسكن الإنسان تسكن عيناه وتستقران وتهدأان. ولأن الإنسان قبل أن يولد له الولد ذكرا كان أو أنثى، قبل أن يولد له الولد وهو ينتظره يكون في حيرة من أمره، ينتظر شيئا حتى إذا كان له ما رزقه الله جل وعلا من ولد استقرت عينه عليه، فكان ولده لذلك قرة عينه أي الموقع الذي تستقر عليه العين وتطمئن إليه النفس. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عينه ليس في ولده ولا في ماله وإنما في صلاته. بهذا المعنى أوصى الله جل وعلا في هذه الآية الوصية المؤمنين من بني إسرائيل ومن غيرهم، من بني إسرائيل ومن غيرهم لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أوصى المؤمنين به بالصلاة استعانة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يكبر الصبر على القلوب الضعيفة، نعوذ بالله من الضعف، وتشق الصلاة على القلوب الخائرة المضطربة الخبيثة الكسولة، بينما القلوب المؤمنة التي ظنت، الذين يظنون، وهذا التعبير عجيب، الظن يرد بمعنيين: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وهو المعنى السلبي للظن الذي هو رجم بالغيب وأقرب إلى الشك والتردد، فهذا ظن مذموم. لكن هناك ظن بمعنى اليقين وهو الذي ورد في هذا السياق: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ولما سمي ظن؟ وكان يمكن أن يقول الذين يوقنون وبالآخرة هم يوقنون، ولكن قال يظنون، لأن طبع هذا اليقين أصله إيمان بالغيب، والإيمان بالغيب لا يبدأ إلا ظنا. يعني ما معنى الإيمان بالغيب؟ الإيمان بالغيب أنك تؤمن بشيء لا تبصره ولا تعرفه عيانا، ما عندكش به معرفة مادية حسية، ولكنك تغلب ظنك وترجع. هكذا في بداية الأمر، هكذا يقع. كيف يؤمن المؤمن حينما يكون كافرا ثم يدخل في الإسلام؟ يبدأ بمراحل، أولها الشك والاضطراب والحيرة، ثم يغلب عنده الظن ويرجح حتى يكون نسبة عالية فيؤمن، ثم يترقى في مراتب الإيمان حتى يبلغ رتبة اليقين.
لأن أصل الإيمان في الإسلام كما بينت مرارا إنما يكون بالغيب. غيب كل شيء من أمور الإيمان وأركانه الستة المعلومة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره، كل ذلك وقد سبق أن بينت هذا مفصلا، كله غيب. هذا معنى كل غيبية. وحتى لا يقع اضطراب في نفسي من لم يسمع هذا من قبل، أشير تذكيرا فقط إلى أن الإيمان بالكتب إيمان بالغيب، لأن الإيمان بالكتاب ماشي هو بالورق، لأنه كي اللي يقولوا هالكتاب ها هو موجود وثيقة فليس بغيب، لا هو غيب، لأن العبرة في الكتاب مصدره من هو الله جل وعلا. والقرآن أو الإيمان بالكتاب معناه أنك تؤمن بأن هذا القرآن كلام الله جل وعلا، وهذا معنى غيبي، لا سبيل للماديات والحسيات إليه قطعا. وإيمانك بالرسول عليه الصلاة والسلام وبالرسل الذين كانوا قبله إيمان بالغيب، لأن الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام من حيث هو شخص وجد في التاريخ، من حيث هو شخص وجد في التاريخ، هذا يستوي فيه المؤمن والكافر واليهودي والنصراني. اليهود والنصارى يؤمنون ويوقنون ويعلمون ولا ينكرون أن محمدا عليه الصلاة والسلام شخص وجد في التاريخ، وقاد معركة بدرين ومعركة أحد، وولد سنة كذا وتوفي سنة كذا، هذا الشيء احنا مقدم فيهم على اليهود والنصارى، ولكننا نفوقهم ونتميز عنهم بأننا نشهد أنه كان يتلقى الوحي من عند الله، وهذا الذي لا يؤمنون به، وهو معنى الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام. فاللي آمن به بأنه كان في التاريخ هذا ما كاين ولو لا إيمان له، لا أن تؤمن به على أنه كان يوحى إليه من عند الله جل وعلا. فإذن هذه الأمور كلها غيبيات، ما عندهاش علاقة بالأمور الحسابية والمادية والحسية، لا سبيل إلى إثباتها بالحس، وإنما نؤمن بها إيمانا. ولذلك يؤجر المؤمن على إيمانه إذ يؤمن بالغيب. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يرجوح عليهم ويغلب على إيمانهم حتى يبلغ درجة اليقين، وما دام العبد قد صار في هذا الطريق فإن الله يؤتيه دليلا آخر ليس ماديا ولكنه دليل القلب، يجد المؤمن في قلبه كأنما يبصر حقائق الإيمان، كأنما يبصرها، لا يستطيع أن يثبتها لغيره بالدليل القطعي المادي، ولكن هو يجد في قلبه يقينا وعمرانا بالإيمان، كأنما يرى الأشياء هكذا عيانا وإن كان لا يبصرها أو لا ينظر إليها سفاحا، وإنما يبصرها بصيرة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذ تنطلق من هذا ويقوى جانب الإيمان بالغيب عندك، تؤمن بما لم ترى وبما لم تعيش حقيقته عيانا، وهو اليوم الآخر والبعث والنشور والحساب والعقاب والصراط والنار والجنة، كل ذلك ما رآه أحد من العالمين تؤمن به، هذا شيء عظيم عند الله جل وعلا منزلة وأجرا. وهذه حكمة ترتيب الأجر على الإيمان، ولو أن الله جل وعلا كشف الحقائق للناس ورأوا بعيونهم النار عيانا والجنة عيانا، ما قيمة الإيمان آنئذ؟ هذا الشيء ما غاديش يتسمى إيمان، لأن الإيمان في العربية، لفظ يطلق على اعتقاد الشيء الذي لا يمكنك أن تشاهده، لا يقال أنا أؤمن بهذا المصوات، هذا الميكروفون، لا، هو أنت تشاهده، هذه جملة مش صحيحة نهائيا، وإنما تؤمن بالشيء الذي لا تبصره، أو تؤمن بالشيء الذي لا تثبته بالدليل المادي، هذا كيتسمى آمنت به، ويمكنك أن تكذب به. أما الذي يكذب بالأشياء المادية فهذا أحمق، ينسب إلى الخبل والخطر وقلة العقل. ولذلك كلمة الإيمان إنما تقع في العربية على الأشياء الغيبية، ومن وظفها في غير هذا السياق فذلك خطأ بلاغي قبل أن يكون خطأ إيمانيا. من هنا إذن قال رب العزة: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، انطلقوا من هذا الظن الإيماني ونموه وزكوه تزكية وتنمية حتى صار في قلوبهم يقينا، يقين كأنما رأوا وكأنما أبصروا وكأنما شاهدوا، أن تعبد الله كأنك تراه، وكأنما رأوا اليوم الآخر. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وفي الآية الأخرى ملاقوا الله، ملاقوا ربهم، وعندهم يقين وقطع لأنهم سيرجعون إليه بعد الموت، وهو الإيمان بالبعث والنشور بعد الموت،
وأن الله يبعث من في القبور. حينما يحصل لك هذا اليقين آنئذ يصبح لك الصبر لذة ومتعة، كيبقاش عندك شيء كبير شاق لا يشق عليك، وتصبح لك الصلاة متعة أو راحة كما في الحديث وقرة عين. ولذلك قال أهل التربية قديما: يبدأ المؤمن حاملا وينتهي محمولا، في العبارة التربوية اللطيفة ذكرتها أكثر من مرة، حقيقة يعني جديرة بالتأمل لأنها تعبر عن حكمة جامعة مبثوثة في كثير من الآيات والأحاديث النبوية. الإنسان يبدأ في بداية أمره مع الدين يحمل تكاليفه، يشعر بالتكليف، ولذلك سمي التكليف تكليفا من الكلفة، تكليف. فقهاء يستعملون مصطلح المكلف، مكلف شرعا يعني يحمل كلفة، والكلفة هي المشقة، لكن في حقيقة الأمر هذا في الإصطلاح العام. أما من حيث الحقائق الإيمانية فالمكلف إذا بلغ مرتبة من الإيمان أبصر بها حقائق اليقين صارت التكاليف هي التي تحمله وليس هو الذي يحملها، بمعنى أنه لا يجد راحته إلا فيها. فلذلك هو يعني عبارة تكليف هذه لا تعبر عن الحقيقة بالنسبة للمؤمن الذي صارت له أعمال الدين جزءا من هويته وحقيقته وعادته. كما أنك لا تستطيع أن تبقى لحظات دقائق بغير تنفس تشعر بالضيق والاختناق، كذلك المؤمن إذا فاتته صلاة شعر بالضيق والاختناق، وإذا دخل وقت الصلاة وقد شغله أحد الناس أو فتنه أمر عن صلاته يشعر بالضيق والاختناق ولا يجد راحته إلا عندما يجد نفسه يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل في نور الصلاة. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هذا المؤشر، هذه العلامة، هذه السيما، سيما يعني علامة رمزية دالة، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيما المؤمن النفسية الوجدانية أنه موقن بالله جل وعلا ربا وموقن باليوم الآخر مرجعا ومصيرا، موقن. وهذا اليقين عنده بدأ هكذا، أي أنه إيمان بالغيب، إيمان بالغيب. فعبارة الظن، عبارة الظن هنا دالة على معنى الإيمان بالغيب، ورغم أنهم آمنوا بالغيب فهم أيقنوا، ولولا يقينهم ما أطاقوا الصبر ولا الصلاة. بالمعقول الإنسان يبدأ يتأمل هذا الأمر، يعني لماذا يصبر الصابر ولا يجزع لولا أنه يعتقد اعتقادا جازما أن له تعويضا، عنده تعويض. إلا ما عندهش تعويض، إلا ما شعرش بأن عنده تعويض لا يستطيع أحد أن يصبر على وجه الأرض إطلاقا. فإما أن يكون له تعويض مادي دنيوي وهو اعتقاد أهل الحظوظ من أهل الدنيا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وإما أن يعتقد بتعويض أخروي رباني، ولذلك يصبر ويصبر على المصائب العظام نعوذ بالله منها، ثم يداوم على الصلاة. المصلون الذين يداومون على صلواتهم هنالك مشقة ليس في الصلاة وحسب، ولكن مشقة في الدوام. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، هذا المدح الرباني، مدح الدوام كما مدح الحفظ، والذين هم على صلاتهم يحافظون في آخر الآيات. ولكن الشاهد عندي هنا هذه الصفة، صفة الدوام، مدح الله المؤمنين المصلين بكونهم يديمون عمل الصلاة. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، تصلي الصبح، تصلي الظهر، عصر، المغرب، العشاء، مرة واحدة الصبح، جاء الصبح، الظهر. في حقيقة الأمر حينما يتأمل الإنسان هذه الأشياء لو جردها عن الإيمان بالله واليوم الآخر لوجدها أشق من الجبل، إلا قلعت لها الإيمان بالله واليوم الآخر تشوف راه تمارا. ولذلك من يترك الصلاة كسلا في المشكلته ضعفه في إيمانه بالله واليوم الآخر، ما حضرش معه وخا هو مسلم، ما حضرش معه الإيمان بالله واليوم الآخر كما ينبغي. لو حضر معه هذا الاعتقاد حقا لما استطاع أن يفرط ولا في صلاة واحدة. فلذلك هذا الشيء العجيب، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هو الوقود والمزوط ديال الإنسان باش يمكن له يتحرك 24 ساعة على 24 ساعة سيرا إلى الله جل وعلا عبر منازل الصلاة. ولذلك كانت هذه العبادة من أرقى، بل هي أرقى العبادات العملية على الإطلاق، على الإطلاق.
إن خير أعمالكم الصلاة، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وردت في صيغة لحديث صحيح، ووردت في كلمة لعمر بن الخطاب، وفي كلمة لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعين. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت والعياذ بالله فسد له سائر عمله. وفي رواية أخرى صحيحة، ويكون سائر عمله على ذلك، يعني على حساب الصلاة، إما صالح وإما طالح. أفضل الأعمال لدى المؤمن على الإطلاق بعد الاعتقاد في مجال الأعمال، في مجال الأعمال الصلاة، ولذلك كانت هي سيما المؤمنين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، تراهم ركعا سجدا، هذا التعبير ركع سجد جمع الاسم الفاعل راكع ساجد، وهو تعبير دال على الحركة، ركعا سجدا ركعا سجدا، عجيب حقيقة. هذه هي السيما التي وصفهم الله جل وعلا بها، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. فهذا التعبير القرآني الذي ميز الله به أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والذي زكته الأحاديث الصحيحة، من بين ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخبر فيه أمته أنه يعرفها يوم القيامة، قال لهم عليه الصلاة والسلام، أي للصحابة ولمن بعدهم، إني أعرفكم يوم القيامة. قالوا وكيف تعرفنا يا رسول الله في كثرة الخلائق، ملايير من عهد آدم إلى آخر من يكون، كيف يعرف محمد عليه الصلاة والسلام أمته من دون اليهود والنصارى والمجوس ومن لا دين لهم من أهل الأوثان؟ قال عليه الصلاة والسلام، أنتم الغر المحجلون من الوضوء يوم القيامة. وضرب لهم قبل ذلك مثلا، أرأيت لو أن لك خيلا دهما، يعني يكون عندك إسطبل فيه خيول إما سوداء أو فيها سواد وبياض، ومن بينها خيل فيها غرر ومحجلة، أكنت تعرفها؟ قالوا نعم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. غرار هي جمع غرة، هي ديك العلامة البيضاء أو ديك النطعة البيضاء اللي كتكون في الجبين ديال العود، فيها جمالية. والتحجيل هو ذاك البياض اللي كيكون في يديه وفي رجليه، بحال لابس تقاشر بويض، كيكون الشكل ديالو كحل او احمر، وعنده يديه القوائم ديالو يديه ورجليه بويض، والجبهه ديالو فيها علامه بيضاء نطعه بيضاء. هذا كيبان في وسط الخيل، ميز خيل سود او كميته او دهم كيف ما كانت كيبان. قال لهم عليه الصلاه والسلام، فكذلك انتم يوم القيامة، يعني أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من أثر الوضوء. تجي الأمة ديال سيدنا محمد، من يصلي منهم، من يصلي منهم ويسبغ الوضوء على المكاره، كيجي عندهم نور في وجوههم ونور في أيديهم ونور في أرجلهم إلى حد مكان الوضوء، كتوضا وتوصل المرافق، عندك يدك إلى المرفق اليمنى واليسرى، وكذلك رجلاك إلى الكعبين، ووجهك كله منير مشع بالنور من أثر الوضوء. واحد المرة أبو هريرة رضي الله عنه توضأ وكان يظن نفسه وحده، يعني كيتوضا في موضع مبرق بوحده، فكان بعض تلامذته من التابعين قد اختبأوا وراء حائط كيتفرجوا فيه، واحد التلاميذ ديالو مخبعين له يشوفوا كي يقدر يتوضا. فلما غسل يده اوصل الماء الى ابطه، ما وقفش عند المرافق، طلع الماء حتى البط دياله، وكذلك اليد الاخرى. ولما وصل غسل رجليه، غسل رجليه قال حتى اشرع في الساق، فات الكعبين وطلع كيغسل الساق دياله. فحينما انهى الوضوء خرج عليه تلامذته وقالوا، ما هذا الوضوء يا ابا هريره؟ وكان أبو هريرة رضي الله عنه فيه دعابة كينكت. قال لهم، أنتم هنا يا بني فروخ؟ يعني تعجب منهم، فقال لو علمت أنكم هنا ما توضأت هذا الوضوء، يعني هو من باب الدعابة لا أقل ولا أكثر. قال لهم، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل أو يتوضأ أو كما قال، فأسند فعل الوضوء بهذه الصورة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر حديث الغر المحجلين وقال، فمن استطاع منكم أو فمن شاء منكم فليطل غرته وتحجيله، الغرة دياله يطولها يغسل مزيان حتى يدخل يعني في الجبهة ديال الراس، ويصبغ الماء مزيان على وجهه ويطلع الماء
حتى الإبطين دياله أو إلى نصف الذراع إن شاء، وكذلك ما استطاع من غسل رجليه، ولا يكون ذلك مخالفة ولا بدعة، لأن الحديث صحيح. باش ما يبقاش الإنسان محن راه إلى دزت المرافق راك في القياس، لا أبدا، ما دام الأمر قد ثابت عن رسول الله بسند صحيح فتلك سنته عليه الصلاة والسلام، فمن شاء منكم فليطل غرته وتحجيله. الشاهد عندنا أن هذه ميزات كتميز بها الأمة الإسلامية، لو علم المسلمون فعلا ما في دينهم من المكرمات، مع الأسف لو علم المسلمون ما في دينهم من المكرمات والبركات والخيرات في الدنيا وفي الآخرة ما تخلف عنه أحد. هذه الصلاة إذن وهذا الصبر، هذان الأمران يرتبطان قلت بالعقيدة ارتباطا وثيقا، لأن الإنسان الذي يعرف ربه هو الذي يصبر على كل مكروه، ويصبر على النعمة والابتلاء بالخير كما يصبر على النقمة والابتلاء بالشر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فكم من شخص قد يصبر على القر والحر ولا يصبر على الغنى، يعني من اللي يكون فقير يكون من التوابين ومن المتطهرين، فإذا أغناه الله كان من الفجار. والعكس صحيح، قد يبتلي الله بعض الناس بالفقر ويكون ذلك وبالا عليهم ويكون الغنى أستار لهم، والله جل وعلا حكيم في تصرفه، يبتلي عباده بالشر والخير فتنة، فهناك من لا يعرف نفسه إلا في الخير وهناك من لا يعرف نفسه إلا في الشر، ولذلك الصبر يكون على الخير كما يكون على الشر، ويكون على النعمة كما يكون على النقمة، نعوذ بالله من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، لأن المحتاج إلى نتيجة الابتلاء إنما هو الإنسان كما بينت مرارا، اللي في حاجة باش يعرف الامتحان والابتلاء ماشي هو رب العالمين، ماشي الله سبحانه وتعالى كيبتليك باش هو يعلم ويعرف أشنو كاين، سبحانه وتعالى هو العليم سبحانه وتعالى، وعلمه قديم بما كان وبما سيكون، ولكن الذي هو في حاجة إلى معرفة نتيجة الابتلاء هو الإنسان، لأنه الإنسان قبل أن يبتلى يقول لو أغناني الله لا فعلت ولا فعلت ولا أكرمت ولا تصدقت ولا زكيت ولا بنيت المساجد ولا تصدقت إلى آخره، فإذا أغناه الله وجد في نفسه ضعف، عاد كيكتشف راسه كيقول ولني راني ضعيف ما كاينش كيحب لي الفلوس واعرين هكذا. ولكن في المشكل كان فيه هو، ما معنى المشكل؟ المشكل هو أنه كان لا يعرف نفسه وكيولي يتعرف على نفسه ويكتشف ذاته حينما يبتلى، فيكتشف الإنسان نفسه عند الامتحان في الخيرات والمكرمات وفي النقص، ولذلك كان الصبر هو البرهان الدال على صدق العبد مع الله جل وعلا، على صدقه مع الله جل وعلا في الأحوال جميعا، سواء ابتلاه بالخير أو ابتلاه بالشر، وسواء ابتلاه بالنعمة أو ابتلاه بالنقمة. المؤمن إذ يصبر لا يستعجل، لا يستعجل، ويكون أهدأ ما يكون وأيقن ما يكون في أمر الله جل وعلا، ولذلك إذا طلب ودعا دعا ربه فإنه يعبده بالدعاء ويعبده بأمر آخر بالانتظار، الانتظار، لأن الذي لا يصبر لا يستطيع أن ينتظر، يقول دعوت وطلبت فلم يستجب لي فيترك الدعاء، وهذا فشل في الامتحان. ولذلك قالوا في الحكمة المأثورة من الصبر انتظار الفرج، طلبت ودعوت فانتظارك الفرج صبر، وانتظارك الفرج عبادة، هو عبادة من العبادات، لأنك إذ طلبت ودعوت وقمت بالأسباب التي كلفك بها مولاك وما بقي إلا الأمور التي بيد الله ليست بيدك، أنا إذ تنتظر الفرج معناه أنك توقن بالفرج وتوقن بأن الله جل وعلا بيده الفرج، وأنه هو جل وعلا يسمع الدعاء وقد سمع قطعا، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء جل وعلا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نحن اليوم في حاجة إلى معرفة الله جل وعلا، لما كتبدأ تطلب رب العالمين كيوقع بينك وبين رب العالمين معرفة، معرفة تكون أعرف بالله من وقت سابق، كتبدأ تكتشف حقائق إيمانية جديدة تقربك من ربك وتكون أعرف بالله جل وعلا من نفسك في وقت سابق، كتحس بأنك تتعرف على الله عز وجل بما بهذا التعامل مع الله اليومي، كتطلب اليوم وترى نتائج ذلك الدعاء، تراه
إن تحقق بشكل مادي رأيته، وإن لم يتحقق بشكل مادي رأيته، رأيت آثاره في نفسك، ورأيت آثاره في محيطك وفي إيمانك ويقينك، وتكون بينك وبين مولاك مناجات، مناجات كما هو في الصلاة، وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه كما في صحيح مسلم. هذه الأمور تجعلك عبدا لله حقا، عبد، عبد لله. وعبد المولى هو من لا يتحرك إلا بإذنه، ولا يبادر إلا بمشورته، ولا يخالف أمره ولا نهيه. ها هنا آنئذ تحقق شيئا عظيما في دينك، أي أنك تكون وليا لله جل وعلا. ولي الله، ما معنى ولي الله؟ يعني ديال الله، هذا معنى ولي الله. وليه بمعنى أنه له ومن خاصته، كما في الحديث أهل القرآن أهل الله وخاصته، ولذلك فإنه يمنعك ويحفظك، يحفظك من كل السيئات ويمنعك من المكاره والظلمات، ما يخلي حد يوصلك. من عادى لي وليا آذنته بالحرب. الصبر نعمة كبيرة، والله إنه لنعمة جعله الله جل وعلا لعباده بابا يقربهم إليه على أقرب طريق، على أقرب طريق إلى الله جل وعلا. أن تصبر لله في الله، أن تصبر له ولربك فاصبر، أن تصبر له أي استجابة له وعبادة له واعتمارا بأمره، اعتقادا بأن ما وقع إنما وقع منه جل وعلا وبعلمه وبإذنه. وفي الله تحتسب ما وقع لك في الله احتساب، والاحتساب معناه أنك تظن، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، تظن أي توقن إيقان غيب، إيمان أنك مأجور، هذا الاحتساب، مأجور، راك مخلص، ما ضيعش، ما خاسرش. فذلك هو كمال الطمأنينة والسكينة. حقيقة هذه الآية واستعينوا بالصبر والصلاة، من اللي تلف سير ليها بالمعقول، فين ما الإنسان حار وتلف واختلطت عليه الأمور وضاقت به الأرض والزلزال كيانه، أي شيء يقع لك افزع واهرب إلى هذه الآية. هذا سور، سور رباني عظيم يحميك من كل مكروه. والآية سميتها آية لأنها برهان قاطع، دليل مكين، لبنة عظيمة من الصورة، من هذا الجدار العظيم الذي به بنى الله جل وعلا كلامه وهو القرآن العظيم. فأنت آنئذ على سور من أسوار الإيمان، تأخذ بعروة من عراه الوثيقة العظيمة. واستعينوا بالصبر والصلاة، هذا الأمر حقيقة يجعلك تبصر كل ما يقع في الأرض، كل ما يقع في الأرض من الحق أو من الباطل، من العدل أو من الظلم، من الجنة والناس، من أي مصدر كان، كل ما يقع محكوما بأمر الله جل وعلا، محكوما بأمر الله. فأنت آنئذ تسير على هدي الله جل وعلا وتصبر على ذلك، لأنك توقن بأن الله جل وعلا يضمن لك النتيجة، ضمانا يضمن لك النتيجة ما دمت قد أيقنت وقد ظننت ظن إيمان وظن قطع وظن يقين بأنك لله جل وعلا آئب وراجع، وأن مآل الأرض، كل الأرض، لله الواحد القهار. المؤمن في الحقيقة يعني له تصور عجيب للدنيا ولعيش الناس في الدنيا، هو أي المؤمن يستوعب الدنيا ولا تستوعبه، ويستوعب الأرض وسكانها ولا يستوعبونه، ولا تستوعبه الأرض ولا حياتها. هذا فرق ما بين المؤمن والكافر، وما بين الذاكر والغافل. يعني الكفار يشعروا بأنهم يعني غارقين في الحياة، أن الحياة تحيط بهم، وأن الوجود البشري مثل البحر هم فيه غارقون، ولذلك فهم يصارعون من خلاله وداخله. أما المؤمن فلا، المؤمن يستند إلى الله جل وعلا ويعتمد على الإرادة الربانية، والرب العظيم خالق كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى، قاهر قاض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. المؤمن حينما يقرأ مثل هذه الآيات ويملأ وجدانه بمثل هذه العقيدة الصحيحة العجيبة، تصبح الأرض كل الأرض
كذرة أو كحلقة في فلا في تصوره وفي اعتقاده الذي أخذه من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما أثر الناس في الأرض إذن؟ ما أثر الناس في الأرض؟ لا شيء، لا يكون من أثرهم إلا ما كان من أمر الله جل وعلا. ولذلك كيعيش بوحد المعنوية عالية رفيعة هي اليقين. هذا الشيء لا يكتسب جزافا، غير بنادم جالس وحتى يجي إطلاقا، وإنما يكتسب بالعمل، بالعمل الدائم وبالاستعانة، الاستعانة على هذه المعاني بهذه الأعمال، الصبر والصلاة. والعبد دائما في ابتلاء، وخاصة المسلم في ابتلاء، ولكن ابتلاء المسلم هو دائما لصالحه تربية له، ولو كان من أفساق الفساق، فابتلاء الله له لا يكون إلا لصالحه وإلا لخيره في الدنيا وفي الآخرة. وهذا الابتلاء يرقيه لو علم كيف يستثمره، يرقيه في مراتب الإيمان، ويعلمه كيف يصبر، يعلمه كيف يصبر. ولو قمت بمراجعة حياتك الشخصية، أي واحد منا ويتذكر المحن أو الأزمات اللي مرت به، يجدها كانت مدارس، كي ينجح في وحدة ويسقط في وحدة، وما نجح في وحدة إلا لأنه سقط في وحدة، شيء عجيب جدا. ويجد كيف أنه تحولت عزيمته بعد، وصارت له تجربة ودربة، لو استقبل من أمره ما استدبر في بعض الأشياء لتصرف بأسلوب آخر. لما؟ لأنه صار أصبر على أمور كثيرة لم تكن له بها دراية. فالله جل وعلا يربينا ويزكينا ويعلمنا لنكون أهلا لتكاليف الشريعة، ولنكون أهلا لحمل هذا الدين العظيم والقول الحق القرآن الكريم، القول الثقيل، الثقيل من حيث معناه ومن حيث حقائقه العظيمة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا القول يحتاج إلى حملة، يحتاج إلى رواحل. وفي الحديث الناس كالإبل المئة ولا تجد من بينها راحلة، من يجمل وما كاينش اللي يهز لك المتاع ديالك والرحيل ديالك مزيان. وهذا شأن الناس عموما، حملة الحق منهم قليل، ولذلك يحتاجون إلى ميراث ودربة وتكوين من لدن رب العالمين، وهو الابتلاء. هذا هو الابتلاء والاختبار، به يتكون الإنسان، وعبر دروسه يتخرج فتكون له أهلية وقابلية ومنع من أن يفتن بأمور سبق له أن لقح ضدها. شيء عجيب جدا يقع للمؤمن حينما يرى مثل هذه الحقائق بمنظار القرآن العظيم. عجبت لأمر المؤمن، كل أمره له خير، فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. شيء عجيب في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فلذلك هذا الصبر علينا أن نستثمره وأن نتعلمه. ما تخليش أمور الحياة ديالك تدوز وانت غافل، وأنت الآن في كل لحظة تعيش عندك درس، درس كل يوم درس عندك، أنت أحد أمرين أو في أحد حالين، إما في ساعة أو في ضيق. ماشي دائما بالناحية الاقتصادية، إن الناس غير تقول الضيق يجي الفلوس، لا، يمكن يكون ضيق اجتماعي، ضيق أسري، كثير أنواع الضيق، نعوذ بالله من كل ضيق. فحيث يكون الضيق، كيفما كان هذا الضيق وكيفما كان هذا الحرج، فاستثمر ذلك لتنمية صبرك، تعلم فيه الصبر، خليه درس يعلمك كيف تصبر لربك، كيف يجعلك ذلك العمل أو تلك الأزمة أنت ما جبتهاش جاءت من عند الله تعالى، استثمرها لتكون لك قربة إلى الله جل وعلا. ولربك فاصبر، وإن كنت في ساعة من أمريكا وفي يسر اقتصادي أو اجتماعي أو نفسي أو أي شيء، فاستثمر ذلك وتدبر كيف يكون حالك لو سلبك الله جل وعلا ذلك اليسر، نعوذ بالله من السلب، ونعوذ بالله من المنع في الخيرات والصالحات. الصبر إذن كما ذكرت مدرسة ودروس، دروس تتعلم، هو الدرس يوميا كاين، غير اش كيوقع لنا بحال هذاك اللي راه في القسم الأستاذ كيدرس والدرس خدام وعقله غافل، هذا الشيء اللي كيوقع. ولذلك الإنسان وقد لا يصبر ولا يتعلم الصبر، رغم أن التدريس للصبر عمل يومي في الحياة، من ورائه رب الحياة. لكل إنسان انتبه لهذه الحقيقة من صباح للصباح، انتبه لأمريكا، فأنت في درس الصبر من الصباح تتنس، واليوم الموالي واليوم الموالي، ودروس الصبر تقع بأشكال مختلفة عجيبة،
ولما تفتح البصيرة ديالك على هذه الحقائق ستبصرها وتتعجب من أمرها عجبا، وتبدأ تشوف حقائق فعلا، يعني حتى تجد أشياء بسيطة جدا تتعلق بدخولك بخروجك بركوبك على سيارة، يعني أي شيء بسيط تجد فيه الصبر وعدم الصبر، وتجد فيه درس الصبر من الأشياء الصغيرة حتى الأشياء الكبيرة. فلذلك مطلوب منا جميعا أن نتعلم درس الصبر يوميا من حياتنا. ما تسحبك يعني حتى تكون انت ايوب عليه السلام ويوقع لك اللي وقع لايوب عاد تسمى كتصبر، لا، في شأنك البسيط هنالك امور لا تصبر عليها، بلها ان يقع لك عافاك الله وعافاني المسلمين ما وقع لايوب من ابتلاء. ولذلك درس الصبر درس يومي، وحين طلب منك رب العزة ان تستعين به فابصر حياتك وتدبر عيشك، تجد نفسك فعلا لا تصبر الا قليلا. واستعينوا بالصبر والصلاة. أما الصلاة فنداؤها معروف، نداؤها معروف بالليل وبالنهار وبالفرائض وبالنوافل. من أراد أن يستثمر مدرسة الصلاة فهي الأخرى عمل الدوام فيه سر من أسرار التكليف ومن التدرج عبر مراتب الربانية، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في الرباني قال: الرباني الذي يربي بصغار العلم قبل كباره. فكذلك أنا وأنت محتاجون وفي حاجة إلى التربي وإلى التدرب على صغار الأعمال قبل كبارها، وعلى الأعمال اليومية التي بها يترقى المؤمن ليكون من أهل المقامات العلى في الدين وفي الإسلام. ولنا بحول الله لهذه الآية عودة إن شاء الله في درس لاحق، وننتقل إلى بعض الأسئلة عسى أن يتيسر الجواب عن بعضها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ما معنى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه؟ ووضع نقط الحذف: لا ينبغي لصاحب القرآن أن يجد مع من وجد ولا أن يجهل مع من جاهل لآخره، كأنه حديث واحد يعني. وقال: رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث ليس في البخاري ولا في مسلم، بل هو حديث ضعيف. من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، حديث ضعيف مع الأسف، كاين شيء الحديث في الصحيح إطلاقا، ولذلك فلا تهتم به. وهنالك أشياء أخرى حديث صحيحة كثيرة جدا في قارئ القرآن، يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي، أحاديث كثيرة جدا. وأيضا أهل القرآن، وهذا يعني كلام عظيم، أهل الله وخاصته، إن هذا القرآن سبب، طرفه الأعلى بيد الله، وفي رواية حبل: طرفه الأعلى بيد الله وطرفه الأدنى بأيديكم. أحاديث كثيرة في القرآن يعني شيء عظيم جدا. على كل حال الحديث فيه تلفيق، يعني فيه الطرف الأول ماشي هو اللي كان في الطرف الثاني، لا ينبغي لصاحب القرآن، هذا عود يعني حديث آخر، لكن الطرف الأول بالتأكيد ضعيف. هذه مجموعة من الأسئلة، يعني كأنه يتساءل عن الأجراء موظفين بالدرجة الأولى اللي كيأخذوا المنضة ديالهم من البنك، يعني هي كتجي عن طريق الوزارة اللي خدامين فيها، التعليم ولا البريد ولا اللي كان، ولكن كيدوزها البنك، واش حلال ولا حرام؟ طبعا بشرط أنه يدير يعني ما يديرش يعني الحساب المسدود، يدير الحساب الجاري، فهذا لا حرج فيه بحول الله، لأنه فيه تيسير المعاملة لا أقل ولا أكثر. والعلة اللي غادي تبقى تما كيقول لك: واخا انت ما أذنتش ليهم، لأنهم اللي كدير الحساب الجاري من الناحية القانونية انت لم تأذن لصاحب البنك حسب ما أعلم باش يوظف هذيك الأموال، وظفها هو شغله هذاك، انت ما كيهمكش، لا يتعلق في هذه القضية كتقال القاعدة: لا يتعلق الحرام بذمتين. وإلا زعما ملي كتجي من بنك المغرب راه جات يعني ما موظفاش في الحرام، وبنك المغرب يعني هو بنك يرعى الربا، مسألة طبيعية ومسألة معروفة. فلذلك يعني أي أجير كيتخلص أصلا راه المشكل كاين من الأصل، من بعد الاقتصاد كله ديال البلاد هذا هو واقع اقتصاد ربوي. طيب ما يكونش الربا فقط، يقبض في التسبيق يمكن له يشد التسبيق، يمكن الأجير يتخلص قبل الوقت، ما كاين حتى شي مانع شرعي من هذا، بل مزيان، لكن بشرط أنه ماشي كيكونوا سلفوه وفاش تجي المنضة الجاية يقطعوا له ثمن داك سلفوه، إذا وصل هذا هو الربا تحول العمل ربوي. طيب واحد كيدافع على مشكل الرهن، هذا في سؤال الرهن. الرهن بينت وفصلت في خطب من الجمعة سابقة قديمة أنه عملية ربوية بالشكل اللي كيوقع به في المغرب، ما كنتكلمش على الرهن اللي تكلم عليه الله تعالى في آخر سورة البقرة، هذا كرهن آخر طبيعة أخرى، والناس استعملوا الربا وعطوه اسمية أخرى باش يدوزوه، يعني دوك الشياطين اللي بتدعوه سموه الرهن باش يغطيوه بالقرآن، وهذا ماشي رهن إطلاقا، هذا سلفون جران فعن، غير معقول نهائيا أنه نسلفك 5 مليون باش نسكن دار الكرة ديالها كيسوى 30,000 ريال ولا 40,000 ريال ونخلص 10,000 فرنك في الشهر ولا 20,000 فرنك في الشهر، ولما نجي خارج تحط لي 5 مليون ديالي
هذا هو الربا بقرونه وأظلافه، يعني واضح جدا لمن كان له قلبون أو القسم وهو شهيد. هو اللي كيقولوا فيها مغربة حلوا في كرموس، كيقول هنا وهذا الكلام سمعته من قبل، قال كاين تبادل مصلحة وكاين تراضي، حتى الزنات بينتهم التراضي. التراضي ليس مؤشرا لصحة العقد، وإنما هو شرط باش يكون صحيح، ولا غاب كيبطل العقد، ولكن لا توفر لا يلزم من توفره صحة العقد، فقد يبطل العقد ببعض الخرم في جهة أخرى. تراضي على المعصية، العصاة أكثر أحوالهم أنهم يتراضون على المعصية، اللي كيشري الخمر كيشريها بالزز، هذا التراضي حاصل بين البائع والمشتري وعقد باطل. فلذلك الهضرة ديال التراضي هضرة خاوية، هذه لا أساس لها من الشرع. مع الأسف ما يمكن ليش نفصل في هذه المسألة بزاف الآن، لأنه السر في المسألة ديال الربا أن الناس كيحولوا العبادة للتجارة، لأنه الربا علاش حرام في الأصل دياله؟ لأنه سلف، والله جل وعلا ذكر السلف في القرآن في سياق الصدقة، سياق الصدقة. ولذلك قال جل وعلا وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسورة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. تصدقوا بماذا؟ إما برأس المال أو ببعضه أو بوقت زائد كتصدق عليه، داير معه رأس العام ما قدرش يجيب لك رأس العام وتصدق عليه بشهر آخر. الله جل وعلا عليم بأن المليون اللي كتعطيه راه مشى يخدم به، وانت راك تصدقت عليه بهاديك يخدم به، ما تصدقتش عليه براس المال، لا تصدقت عليه بالفوائد ديال راس المال. فكيف يعقل انت وهبته وتصدقت عليه بالفوائد وفي اخر العام تقول له ايوا راه لي الربح ديال الفوائد؟ الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيه كما في الحديث الصحيح. السلف راه الاخوان صدقه من الصدقات، عباده من العبادات. وصح في الحديث النبوي الصحيح ان اللي سلف مقدار من المال فله اجر نصفه صدقه. الا سلفتي واحد مليون راك بحال تصدقت عليه بخمسة الاف درهم حره، سلفته مليون عندك الاجر ديال الصدقه الكامله لراس المال ديال 5000 درهم ديال نص مليون. وهذا المعنى لحديث صحيح ثابت بالسند الصحيح الى رسول الله عليه الصلاه والسلام. اللي كيطلب الفائده في القرض بحال صام وفي اخر رمضان مشي يتخلص عند وزاره الاوقاف، راني صمت ليكم تماما. ولذلك الله جل وعلا حرم ان تتخذ العبادات عادات، العبادات حول العاده والتجربه. فالذي يحول السلف الى يعني تجاره يغير حكم الله جل وعلا ويحرف قصد الشارع، كيحرف القصد ديال رب العالمين. هو رب العالمين دار لنا السلف بقصد ديال الإحسان بيناتنا، والإحسان عبادة. إيوا أنت الإحسان علاش تحوله بعشرة؟ بغيت البيع عشرة بطل السوق، كاين المضاربة وكاين عقود ديال التجارة، ودخلت أنت في احتمال الربح والخسارة، ماشي أنت تكا ويجيب لك هو الربح بالسيف عليه، يموت هو يخسر ولا يربح. ولذلك مثل هذا العمل منكر كبير مع الأسف، رأوا الناس فيه تيفرج علينا وعليهم الله تعالى. هذا أيضا سؤال حول الربا، يعني الآن شي كدبارة كتروج بأنه بعض علماء أو علماء الأزهر أباحوا الربا، وأقول هذا كذب كذب، علماء الأزهر ما أباحوا الربا، ولكن بعض الناس قالوا ذلك، وهذا ما كيتسماش خطأ، يسمى زلة. القرضاوي كتعرفوا، القرضاوي كيحلل كيحلل حتى ما كيبقى ما يحلل، راه كيتهموا الكتاب ديالو الحلال والحرام، كيقولوا ليه الحلال والحلال، يواجه حتى الفوائد البنكيه وكتب فيها كتاب الفوائد البنكيه هي الربا الحرام، ومحيت يحرمها القرضاوي عرض الله ما بقى من وراه غير الموبقات، لانه القرضاوي حلل كل شيء، هكذا يتهم، وهو رجل صالح ان شاء الله، انا لا اتهمه في دينه ولا نيته، وهو مجتهد. فلذلك يجي واحد ويبيح الربا، هذه ما كتسماش غلط، لأن الغلط عنده أجر واحد، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذه العلماء كيسموها زلة، لأن الزلة ما فيهاش الأجر. علاش ما اجتهدش؟ إما أنه قصير النظر، ما عندوش نظر اجتهادي، فلذلك ليس أهلا للاجتهاد، وخي يكون عنده الشواهد، القرادات ديال الشواهد، والعلم ماشي بالشواهد، العالمية مفهوم آخر لا علاقة له بالشواهد. ممكن تلقى صاحب شهادة عالم، وممكن تلقاه نهائيا لا علاقة له بالعلم، ما بينه وبين العلم غير الخير. فلذلك ما يهمكش وما يخلعكش فلان دكتور ولا كذا الأخير، هذا الكلام هذا في الشريعة لا أثر له، وفي جميع الصناعات كلها العلوم والصناعات شحال واحد عنده شهادة ولكن لا تعبر عن حقيقة. ولذلك قد نجد عالما لا شهادة له، عالم حق عالم. فلذلك هذا المعنى هذا من تغروش به، القرآن صريح في تحريم الربا، وهذا سماه العلماء أي اللي خالف النصوص القرآنية والحديثية الواضحة التي لا اجتهاد فيها، كتسمى المخالفة زلة، كيسميوش غلط، لأن الخطأ يؤجر عليه صاحبه أجرا واحدا، والزلة يأسام صاحبها، ما عندوش الأجر واحد، هذا كيسمى إثم، لأنه ناقض قصد الشارع. لا يجوز للمرأة أن تنشد في مكبر الصوت.
كل صراحة. علاش؟ بقياس واضح صريح مليح، إذا كان المرأة لا يجوز لها أن تؤذن، هذا بالإجماع ياك، هذا غير عبادة الله، الأذن هو غير عبادة، حرام عليها تؤذن. لا يجوز لها أن تقيم الصلاة ولا أن تفتح على الإمام، غلط الإمام ما تقولوش، تصفق له، تصفق للنساء بالقرآن. ولا يجوز لها أن تجود القرآن بحضرة الرجال، الأنشودة دايزلها تديرها قدام الناس وتديرها في مكبر الصوت باش اللي دايز واللي غادي يتصنت، هذا واحد النوع ديال الكذب على النفس، تنشد بينها وبين صحاباتها لداخل ما سمعوا محد الله يعاون. أما أنها تنشد بصوت اللي هو صوت الإنشاد رخيم وفيه ما فيه، قطعا ستؤثر على القلوب قطعا. هذا الشيء غير كبدون نغطي ورسنا في الرملة والسلام. كل صراحة الإنسان اللي فيه الغيرة ما يرضاش مرته ولا بنته تبدأ تدير هذا الشيء إلا فيه الغيرة، لأنه غادي يجي فلان وفلان ويبقى يقول شوف صوت فلان زوين، شوف هذه كي دايرة من الصوت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام منعها من عبادات الأصل فيها التلحين والترخيم، العبادة اللي فيها التلحين والترخيم حيدها، لا ما تجودي قرآن قدام الرجال، ما تأذني، ما تقيمي صلاة، ما تجودي القرآن، وهكذا من باب كيتسمى قياس الأولى، هذا قياس الأولى من باب الأولى وأحرى، أنها لا تغني ولا تنشد في ملأ الرجال ولا في مكان يصل صوتها فيه إلى الرجال، والله أعلم. هذا سئلة حول دفن الأموات، ما حكم الشرع في من دفن الأموات في وضعها يعني الصندوق الخشبي، وش يجوز التابوت يعني، وهل يجوز هذا بنية الخوف من النبش على الجثة الأخير الأخير. طيب على كل حال يعني نسأل الله العافية لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، يعني لما يعني كيكون يعني متعذر أن بعض الأحيان يعني كيكون مشكل تعفن الجثة أو تشتتها أو شيء من هذا القبيل، هذا لا بأس به أنه فعلا تجمع في صندوق أو شيء من هذا القبيل، ولكن إذا كان يعني الميت موت عادي فلا يحسن يعني أن يوضع في صندوق، وإنما السنة في الأصل أن يدفن بكفنه العادي وأن لا يبنى عليه، أنك يسول حتى على البناء، البناء أيضا يعني فوق الشبر في القبر ما خصو شيء يتعلى، هذا واضح ومعلوم. يعني هذه أسئلة معروفة من الدين تقريبا بالضرورة، يسأل عن قتل النفس نعوذ بالله، يعني الانتحار، يعني من انتحر يعتبر كمن قتل نفسا حرمها الله عليه، طبعا إلى آخره. الانتحار معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام بشار المنتحر نعوذ بالله من ذلك بالخلود في النار، ومن ترضى من جبل ليقتل نفسه فهو في نار جهنم يترضى منه خالدا فيها مخلدا أبدا، وأيضا ومن قتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم يقتل نفسه بتلك الحديدة خالدا مخلدا فيها أبدا، نعوذ بالله. يعني أمور معروفة واضحة جدا، من مات غريقا أو حريقا أو حادثة سير مات يعتبر كشهيد، نعم يعني واضح الحديث أنه الغريق والمبطون والمهدوم إلى آخره، واحد حديث يعني الناس اللي يموتوا في حوادث بصفة عامة من الأشياء القديمة والأشياء الحديثة، طب الله العافية لنا ولكم. هذا إذا كان من أهل الصلاح يعني مستور دينه فهو شهيد إن شاء الله تعالى، ماشي تارك للصلاة عود ولا شيء حلال ماشي يعني، كان لا يصلي ولا يزكي يعني هذا عود كلام آخر. هذه أسئلة سبق أن أجبت عليها، قراءة القرآن جماعتان إلى آخره معروف، يعني هذا أجبت عنه، قلت يعني الأصل في قراءة القرآن أنه يكون فرضا، وهذا اللي وقع في المغرب هو كان بسبب التعليم الدرجة الأولى، وكانت النية ديالو تعليم الناس القرآن لا أقل ولا أكثر. وهذه أسئلة عود عقدية كيسول على صلاة الله سبحانه وتعالى على عباده وعلى رسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذه أمور تتعلق بالعقيدة وبحول الله عز وجل، يعني سأقول فيها كلمة مختصرة، وهو أن كل الأفعال والصفات التي تنسب إلى الله جل وعلا تثبت له سبحانه وتعالى بما لا يشبهه بخلقه. لأن صاحب السؤال كيتسأل واش كيدير الركوع والسجود، لا سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يوصف ولا أن ينسب له إلا ما نسبه لنفسه من العبارات، ثم لا يشبه بخلقه. يعني معروف هناك قواعد في العقيدة التي تتعلق بعقيدة التنزيه لله الواحد القهار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.